نعم سيد مصطفى، برأيك ما هي ردة الفعل الإيرانية المتوقعة فضلا عن ردة فعل النظام الذي اتخذ وضعية المتفرج منذ بداية هذه الضربات وربما على مدار حتى السنوات الماضية؟ ردة فعل إيران التي لها مشروع كبير في المنطقة، وهذا المشروع موصول حتى سوريا من شمالها إلى جنوبها. أنا أعتقد بأن ردود الفعل الإيرانية ستقتصر على مشاركة الفصائل الموالية لها العاملة في الجغرافيا السورية للرد على الجانب الإسرائيلي وقواعد الولايات المتحدة، وهذا ما عهدناه منذ بداية الثورة السورية حتى يومنا هذا. لكن إيران تحاول من خلال الدفع بمزيد من الميليشيات، لاحظنا قبل قرابة شهر وظهرت عبر قناتكم المباركة وحددت بأنه قد وصل أكثر من 80,000 مقاتل من ميليشيات تابعة لإيران كمحور، ومنها باكستانية وأفغانية وغيرها من جنسيات مختلفة وحتى الإيرانية منها. لكن هذه القوى، نتحدث عن العنصر البشري، نظرا لوجود حاجة ماسة وهنالك عدد كبير من القتلى الإيرانيين داخل الجغرافيا السورية واللبنانية، ولسد النقص أو العجز الكبير الحاصل خاصة ما بعد فتح معركة في جنوب لبنان وانسحاب الكثير من القوى العسكرية لحزب الله، أعتقد بأن ملء الفراغ كان من خلال تموضع هذه القوات. وبناء عليه أنا أعتقد بأن إيران لن تغامر بأن تكون هي منخرطة بشكل مباشر في عملية المواجهة، لكن تستثمر هذه الجهود للمصدات العسكرية التي أنشأها قاسم سليماني وإسماعيل قاآني ومحمد سلامي وغيرهم من قادة الميليشيات الإيرانية في سوريا لمشاغلة المنظومة الدولية لتحييد أي ضربة باتجاه العمق الإيراني والمفاعلات النووية، علما بأن مستوى العمليات الجوية للمنظومة الدولية، هنا أتحدث غربيا، وصلت إلى أعلى مستوى من حيث التنسيق. لاحظنا التموضع البحري الكبير للقوات الجوية البريطانية وكذلك أيضا الفرنسية والألمانية وصولا إلى الإيطالية، وشاركت بمقاتلات دعما للتحركات الجوية الإسرائيلية باتجاه إيران، وكذلك أيضا منظومات الدفاع الجوي. لكن إيران هي في أضعف حالاتها اليوم، وربما قد تكون هذه أحد أهم الوسائل التي سيتم الضغط على المحور الإيراني برمته، وخسارته لن تقتصر على الجغرافيا السورية، فبمجرد خسارته في الساحة السورية أعتقد بأنه سينسحب تكتيكيا من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي العراقية، وسيتم متابعته وملاحقته بالرغم من وجود الكثير من التفاهمات الدولية، إلا أن إسرائيل تعلن صراحة بأنها غير معنية بكافة الاتفاقيات الدولية لما يخص أمنها القومي، وبالتالي ستبقى تلاحق الفصائل الموالية لإيران حتى وإن دخلت ضمن الأراضي الإيرانية أو ضمن جغرافيا إيران اليوم. نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى نعيم، الصحفي السوري، كنت معي في هذه الفقرة من برنامج في المنتصف. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.